عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض يطوقه من سبع أراضين. رسولك وحده صلى الله عليه وسلم من ظلم كوكاستو الظلمية قيد الشبر تاك قدر كيدو من الأرض دولك كمدا طوقه والقد الدوبة من سبع أراضين تضبط دول بالقد الدوبة. حديث كوحا السوري بخاري مسلم قيد نوح اللوتش إذا قدر قيد الشبر وتاك قدر كيد تاكذا نوحي إلى هذا عربته وصول كعاردي سا إلى فريرة عاردي انت ساوحا لا إلى هذا تاكو صول كعاردي سا إلى فريرة عاردي ذا انت سا في اللغة العرب وحلوها الشبر وكو حلقات المامية مبالغ يعني قدر كأغير الدل أهد الدلمية آخرة ولقو عقابيا وتضبط دل قدر كيد يعني انت سا تضبط دل بككوبا أي قرط الله قد الضوبة يا مركا وين قرط السلة ديارين يا ألا كرتشيدي عقوبة حان الله قاضنا يا وحد الدلمية لفتي سين لقو عقابة يا الجزاء من جنس العمل مركا دولك إن الدلمية خطرت أولي هي عقابت أولي هي وين أي الله قاضنا يا وحكا الله قاضنا يا دولك إن تضبط دولك كوبي وحلقا قاضنا يا دولك الصرع عدي ملك دا وحكا هو سيسان وملك إيسان تضبط دول باقورت اللو قرنية لما يلا دين هدان وذا ملكين ماشا وروح لي هاي هالكا كهو سيسانا إساقا أحق له هدي وحوية الدهب يوحلا مدى يمعدنه هدي لقاها له بقعدة ويساق الملكي أو يساق لي هاي الشرعا وملكي أي كوكو ذا شرته وحا هوست إذا كو شرنا إساقا أحق له غصبك أما دعيتان كعيد وحلا قدعا أما دول هنقضو أما وحكا لهنقضي وحن قلنا يا مد مركا حرانا أو من كبائر الذنوب أهل الدمية دوا وين كمدا أنا الشيء آدي أدري لو قد يدي واجبنا وحى أدل كاس وعد كرعي إن وعري واجبه وحكر اللهم ذا هنتك له دو عد كرعينا عد كرعي وإن وعري ها هذان حول النول ها هذان هنتم الجورانة ها هاتو ذهب أم العد وحكستو مالا او عيد كدعي واجب وحا انو عليو توبد او توبد كينا يانا وحي كحرانتهي انو مركور مظلمة دا اسك عليو اما با عدي او كحلاشة دا ويلهدو يعفيا هدا يعفيان انو عليا وحو اللازمة خيار كودير هالهان شو دا يعفيا هدا يكال واجب كوا انو عليا يقي وحي كمتا التوبد ديسة وحد دميسك تريا اي كمتا هاي وهي شرط للتوبة الاقلاع عن الذنب هدي عدي أي دمطي وإن عدي دحل يسيل له عليا دحل تشوشنيس هدي لك قرن ويا عدي مركانا وإن لقو بحيا مصلحة عامة ما هينو سكاها يستو دول هدو دعي أما بير دعي أما وحلم ده تدكي لها ناقي دنتين عدي دحل يسيل لك قرن ويا حال كعين كاسا اسكا قادم ما يو اسكا ما هي السمين وعصمين يا مصلحة عامة إنو كبحيا مصلحة ده يدنتا قود إنه هنتدى كبحيه أي واجب أه ودوين كلوها قاتشي الغصة مايو بريتشي الغصة مايو يعني عصب طالة ضدك كده حية عصب تالك جود وكلا الغصة مايو لوها قاتشيو وهكذا وحدتك سك جود وقول انت فاعيان وضدك كده حية وين لقو قبطاء ولا كبحية هذا طال الله السمين وحين نقرأ يسا دم بيجي إنه سارين هو نقص